مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي، ويوم جديد من أيام البيت الكبير. حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم أكيد استعداد فرقتنا لإن شاء الله استعداد لبطولة جديدة وتاريخ جديد إن شاء الله يوم السبت القادم، نهائي كأس مصر وتحقيق الثلاثية. ثلاثية حلم جماهير النادي الأهلي السنة دي، وحلم اللعيبة ومجلس الإدارة. حلمنا إن شاء الله بإذن الله نحتفل هنا يوم الأحد في البيت الكبير بحصول النادي الأهلي على كأس مصر وحصوله على ثلاثية تاريخية في عام كان صعب جدا وموسم استثنائي.